أعزائي المشاهدين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. علينا جميعا أن نشكر نعمة بلوغ رمضان. نشكر الله عز وجل بأن مد في أعمارنا حتى نستفيد من هذا الشهر بأنواع الطاعات المختلفة والقربات المتنوعة. فكم من قلوب اشتاقت إلى لقاء رمضان لكنها أصبحت تحت التراب، فلك الحمد والشكر والثناء الحسن. في الحلقة الأولى أعزائي المشاهدين سنتحدث عن حالة إنسانية تمكنا من الوصول إليها. رجل في منتصف العمر يعيش حياة هادئة في صحة وعافية، يدبر شؤون بيته ويزاول مختلف الأعمال. ولأنه عاش حياة البادية فإن من الصعب عليه الذهاب إلى المدينة، لكن ألما مفاجئا أصابه وظل يشتد حتى اقتنع بأنه لا مفر من الذهاب إلى المستشفى علّه يجد دواء يزيل عنه ما أصابه. ولم يتوقع ذلك الرجل أن رحلة العلاج ستكون طويلة وسيمر خلالها بالكثير من المشاكل والمواقف الصعبة. لنتابع. في هذا المكان المتواضع زرنا هذا الرجل المريض الذي يتميز بقوة إيمانه وصبره حتى وهو يصارع مرضا خبيثا ترك أثره الواضح على جسمه النحيف. ألم مستمر ووجع دائم، هذا هو حاله منذ مدة ليست بالقصيرة، ولم تسفر الكشوفات الطبية ولا الأدوية المستمرة في وقف الانتشار المستمر للمرض، لكنها أحيانا تخفف من تلك الآلام التي لا يمكن تحملها. تنقل الرجل كثيرا بين المستشفيات وتم تشخيص مرضه بشكل كامل، وبذل في سبيل ذلك أعز ما لديه، وعانى من الأسفار الدائمة بحثا عن العلاج المناسب. وقد تحمل بعد الأهل وانقطاع أخبارهم، وكلما اعتقد أن النهاية قريبة اكتشف أن ذلك بعيد المنال. وفي ظل المعاناة الشديدة من المرض والظروف القاسية يحاول التماسك والصبر على علاج لا يمكن تحديد فترة زمنية سينتهي بانتهائها. ظروفه المادية الصعبة أصبحت تهدد حياته، فالأدوية التي لا يمكن أن تنقطع يعجز الرجل تماما عن شرائها. جيت هون الشهر الخامس عام الأول مارر، وتميت لا نمشي عليه ونشي لا نمشي عليه ونشي، إلا كل أسبوع مرة أسبوع أنا أضعف، كل أسبوع مرة أسبوع أنا أضعف، ويعلم مولانا وراه هو حاضر ولا هو قايم عني ما عندي نشاط ما نجبر منه شيء قطعا، يعلمها مولانا وراه هو حاضر ولا هو قايم، نجبر اللاش من الأخوت مرة يصدق علي مرة يزكي علي. وحالي ذنبته ومن عام الأول أنا هون مع هذا القريب اللي هو كريد دار وعطيني جزاه الله خيرا ذا البيت من ساكن فيه، ومنين نتلى والجابر فيه قبائل متمونك فيه، اللي نتلى نقيس الطب مع الصباح يرفدني ويطرحني عند الطب، والرجوع جاي اللي نتكلف أنا في تكلفتي ها سمعت، وطالب من الجهة المعنية اللي تساعد المسلمين لأنها تساعدني، أني أنا فاصل قطعا، وشي نعطالي قطعا أنه يدرع دا لا فاصل فاصل فيه، ويدرع دم اللي لا يجبره هما يهجروا إلى رادها مولانا قطعا. أوتو وهذا هو اللي عندي، وطالب من مولانا ومنكم أنه لكم إن شاء الله عيننا وعينكم أنتم على الطاعة والدين على على على, على, على اللي قائمين به، وجزاكم الله خيرا. ولأننا نقوم بمراجعة الأطباء في هذه الحالات، فقد التقينا الطبيب المشرف على علاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا مرة أخرى أخوتي الأعزاء في هذا البرنامج المهم الذي يكون له أثر مهم عنا كأطباء، لأنه يدخل السرور في مرضانا، نعرفهم، نلتقوا معهم يوميا، نعرف صعوباتهم.
إذا في هذا نتكلم عن هذا المريض بويا ولا عبداتي ولا عبداتي، هذا مريض يداوى عنه هون، مرض مزمن يعني مكلف، وجاي من أعماق البلاد، جاي من بعيد، ويحتاج كما تعلمون في تداوي هذا الدول الدواء يحتاج فترة طويلة، يحتاج دائما من فحوص يعدلون والتنقل. إذا كطبيب مداوم مزاول المحنة في هذا المركز نعرف أنه يحتاج كل مساعدة قد مسلم يعدلها له قطعاها، تسره وتسرنا كأطباء. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يبارك لنا فيما رزقنا. جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في الله عز وجل، أبشركم بمناسبة هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، الذي قال الله فيه عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تضاع فيه الأعمال سواء كانت صلاة أو صياما أو صدقة. بشركم بأن البرنامج المعروف لديكم والمعروف بعنوان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأذكركم بقية الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا البرنامج الحمد لله وفق الله فيه تلفزتنا للخير، يختار إنسان يكون مريض جدا، مريض جدا وفقير جدا، يقدموه للمحسنين والمحسنات. الحقيقة ما ناره كان أحوج، قاع هو والله أحوج الناس الصدقة، هي تحفظ المال وتنميه وتحفظ النفس والأولاد وتجر العافية، وبعد ذلك يدخل الجنة. ثم بعد ذلك الله عز وجل أخبر بأنه يخلفها، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا، سأل الله أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وصدقتنا وصدقاتكم، وأن يجعل خير بأيدينا وأيديكم إلى يوم الدين. وأنا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم سابقا في رمضان قبل ذلك ورمضان قبل ذلك، أي شيء وصلني سأوصله بيدي إن شاء الله تعالى لذلك المريض. الله على ما نقول وكيل. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه سميع الدعاء. هكذا يعيش هذا الرجل واقعا صعبا، وهو يحتاج لعونكم ومساعدتكم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أعزائي الصائمين، إلى هنا ننهي معكم هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة الغد بإذن الله تعالى. صوما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.